جبت الله يهديك الشريف، حنا كنتكلموا على الملكيه البرلمانيه حيت يسود الملك واحد، راه في بلاصتو كاين مؤسسه. هذا الغياب المستمر ديال الملك، راه الملك راه ما عندوش غير رئاسه مجلس الوزراء، راه مجموعه الاختصاصات عنده. واش كاين في الدستور انه في حاله العجز ديالو عن ممارسه المهام ديالو لسبب من الاسباب، منها المرض، يفوض الاختصاصات ديالو لطرف اخر، لانه هو رئيس السلطه القضائيه، هو رئيس المؤسسه العسكريه، هو اللي كيعين في واحد مجموعه المناصب، هو اللي كيشد الاعتمادات ديال السفراء، كيعين السفراء الى اخره. انا كنتسائل واش كاين ما كيعطي التفويض ديال الاختصاصات، لان لو ما كانش هاد التفويض ديال الاختصاصات راه كاين مشكل كبير، وكاين فراغ كبير في هاد النقطه دي. وهنا غادي يفتح غير واحد المزحه، ان واحد من بين الناس اللي بغاو يدافعوا، ما نذكر سميتو باش الناس ما يقولوش بان كنتعاملوا مع الامور بشخصنا، كتب كيدافع على الغياب ديال الملك. شنو قال؟ قال لي وانتم كطلبوا بالملكيه البرلمانيه، وهذه هو الملكيه البرلمانيه، الملك خلى لكم. فهمت الله يهديك الشريف، حنا كنتكلموا على الملكيه البرلمانيه حيت يسود الملك واحد، راه في بلاصتو راه كاين مؤسسات، ماشي هو ما كاين مؤسسات، ما كاين تفويض الاختصاصات، ما كاين هذه. ها اللي شاد شي بلاصه كيدير اللي عجبو، كاين واحد مجموعه الامور معطله.